ديالنا اللي قطعته هكا اون رونديل. المقادير اللي غادي يخصوني هنا شويه البزار، هنا شويه الحبق مع الزعتره، شويه التحميره، شويه السنيده، شويه الثومه بودره مليحه، و القزبر. سمحوا لي، السنيده هي هذه، ها هي الملحه، هي شويه المليحه. دابا غادي نديروا الزيت في المقله وها نتوما معايا. شويه تاع الكفته غادي نشرملوه، عندي هنا شويه تاع التحميره، الربيع، ثومه بودره ومليحه. البصيله غادي نخليها هنا حتى تنشحرها بوحدها مع الكفته. We'll be right back.
البطاطا ديالنا هي تسلقات كيما لاحظتوا قبيله، درت معاها المليحه. دابا غنبداو نكرازيو فيها. ما عندكمش هاد اللعيبه هادي، ديروا غير اون فورشيت، سا مارش بيان افيك اون فورشيت. غندير معاها شويه تاع المعدنوس، عشق ديال الزبده ديال الماكله، وبعض الفرماج. المهم لا بوري ديالتنا ديال البطاطا هي وجدات. السلام عليكم، مرحبا بكم مره اخرى في قناه رشا فلوغ اللي هي القناه ديالكم. اليوم بسم الله على بركه الله غادي ندير معكم غراتان اللي ما تيطولش المقادير بزاف، وسهل، ماشي سهل في التحضير، فيه شويه الخدمه، ولكن داكشي راه خليته لكم، كلشي وضحت لكم كلشي في الفيديو. ها نتوما معايا، بسم الله على بركه الله. غتقولوا لي راه فيه الدهون بزاف، لا ما فيش دهون في الفلاشويتها، الدنجال بوحدو اللي فيه الدهون. دونك سو كي في الغراتان ديالنا غادي يطيب بالزيت تاع الدنجال. تنصحكم تجربوا هاد الوصفه هادي، راه تتجي لذيذه وبنينه. هنا عندي شويه تاع لاصوص، راه لاصوص طوماط راني خدمها في الفيديو ديال الحريره، دخلوا ليها شوفوا كيفاش تدير لاصوص ديال المطيشه. زدت عليها شويه تاع الحبق وشويه تاع الزعتر ومليحه وبزار. الغراتان ديالنا غادي نطيبوه بلا فورماج بلا حتى شي حاجه، تيجي بنين ولذيذ وزوين. المطيشات اللي عسلنا غنديرهم من الفوق، هاد الوجبة للعشاء ولا للفطور، علاش لا،
ايوه مع شويه تاع الرز. دابا غادي ندخلوها للفران ونرجعو. الشيوه ديالنا ها هي وجدات، ما نعاودش لكم على لي زودور اللي طالعين. واش غنقول لكم، راه ما بقاتش في الديكور وبقات راه بقات في المذاق. تنصحكم باش تجربوا وردوا عليا، ردوا عليا هاد لي زانغريديون وهاد هاد التوابل وهاد هاد الوصفه هادي، جربوها وردوا عليا. تنصحكم تجربوها لحقاش تنشوفوا واحد البلا ها هو موجود ومقاد ومصوب، ولكن ملي كتجي تدقيه ما كاينش مذاق. انا غادي نوري لكم كيفاش جات من الداخل. تنصحكم تجربوا هاد لا غوسيت، وتنتمنى ما كنش ثقيله على قلبكم. وشكرا بزاف، وتنطلبكم تزيدوا تشجعوني. والسلام عليكم وعشكم بروكا، الله يشافي الجميع والله يحفظ الجميع. بالسلام عليكم.